هو نجم زملكاوي شهير جدا، كان يتمتع بإمكانيات ومهارات فنية راقية ورائعة للغاية. شارك أيضا في أولمبياد برشلونة فهو لاعب أولمبي، وشارك أيضا في مجموعة من البطولات العربية. وعندما قرر الاعتزال اتجه إلى العمل الإعلامي، وخلق أيضا أجواء خاصة جدا به، وهي أجواء مميزة للغاية ومحبوبة لدى الملايين. يا شقي المجرم المجرم المجرم، الولد ده حكايه. ناحيه الشمال وانفراد خالد الغندور، ويجيب هدف الزمالك في الوقت القاتل، ويعود خالد الغندور مره اخرى للقافله البيضاء. يلا خالد في الدقيقه ده، في الدقيقه 45 بعد الكاس اللعبه حلوه لايمن منصور، يرجعها لخالد الغندور والهدف ال 17 في الاسبوع ال 18، والهدف رقم 249 في بطوله الدوري، يتقدم نادي الزمالك. بيلعبها لخالد الغندور، وماشي خالد الغندور لوحده خالص، خالد الغندور ويقدر يلعب كوره عاليه وجوه، جول جول جميل، جول جميل. على مهلك وداخل خالد، وداخل وبيلعبها حسام حسن وخالد الغندور، والهجمه نادي الزمالك، وحسام حسن وخالد، الهدف الثاني، والهدف الثاني لنادي الزمالك، الهدف الثاني لنادي الزمالك لخالد الغندور في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضايع، خالد الغندور بيضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك. ادي بيشوف العاده ويلعبها احلى، وخالد الغندور في الحته الفاضيه، يا ولد يا خالد، يا ولد يا خالد، وهوب بقى يا ولد يا ولد، هوب الغندور وإيمانويل، إيمانويل وخالد الغندور، يا مش ممكن. ويلعب كرة طويلة حلوة لخالد الغندور، هوبا خالد، وترقيصة اهي، وترقيصة اهي، وتصريحة هوبا، يا 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 عفت نصار، عفت نصار، يا يا عجور الجميل، يا خالد يا غندور، يا لعيب يا كبير. يا ولد يا خالد، يا ولد يا خالد، وهوبا بقى يا ولد. الله 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 الله. حلوة 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 حلوة. الله الله الله. اللمة والحبطة واللفة والنفطة والقطة والبطة. يا مساء الانوار. مساء النور يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ منور الدنيا. نورك يا كابتن، والف مبروك على البرنامج، وبسلم على نصر والاستاذ ابو معاطي وكل الكاست بتاعك، فريق العمل، وربنا يوفقكم ان شاء الله كابتن. يا رب يخليك. حلوه النضاره يعني. لوك جديد
يعني لوك جديد. مش جديد قوي يا كابتن، كنت طلعت بيه في الاواخر في الاواخر في الجزء الاخير بالظبط كده. قول لي بقى وانت بتتفرج على نفسك يا كابتن خالد، ايهما امتع بالنسبه لك، نجيله الملعب ولا كرسي المذيع؟ لا بص يا كابتن، نجيله الملعب ربنا سبحانه وتعالى بيدي لاعب كوره وقت معين انه يلعب فيه. فكل موهبتي الاساسيه اللي خلتني قاعد على كرسي الاعلام هو بدايه الملعب. نعم. شهرتي من خلال الملعب ولعبي. بس ايهما امتع يعني انت؟ لا طبعا مستمتع اكتر. لا ما هو كابتن امتع مليون في الميه الكوره مش كده، لكن انا بلاقي متعتي في الاعلام ان انا جسمي ما بقاش قادر يعني يلبي فكري في الكوره. طبعا بقى فكري بحاول امتع نفسي بيه ان انا اتكلم مع الناس في الكوره. بالظبط يعني فهمت قصدك يا كابتن. مفهوم طبعا، يعني الكلام بقى اسهل. انا فاهمك، هي مرحله يعني مؤكده، لكن انا كان اقصد ايهما امتاعا بالنسبه لك فانت بتقول الكوره. لا طبعا الكوره لا بنسبه كبيره جدا جدا جدا, جداً. بالظبط بنسبه 80% كوره. طيب الناس، اولا انا هاخد النهارده يا جماعه اسئلتكم انتوا للكابتن خالد على الفيسبوك او على الرسائل اس ام اس، انا عندي عدد كبير هقراه، واللي حابب يبعت يعني هشتغل من الاول ومن الوسط ومن الاخر زي ما انتوا عايزين. عايز بس اذكر الناس اللي هي ما عصرتكش قوي، انت بدات فين وانتهيت ازاي ككوره؟ بص يا كابتن، انا طبعا بدات في نادي هليوبلس شويه، وبعد كده نادي بيت نصر 4 سنين، وبعد كده انتقلت من نادي النصر للزمالك، وقعدت حوالي سنه واحده في الزمالك. نعم. وتحت 17 تحت 18 طلعت فريق اول. كويس. مين بقى اللي طلعك؟ كابتن عصام بهيج الله يرحمه كان هو المدير الفني. وكابتن فاروق جعفر كان معايا، وكنت هلعب الماتش اللي هناخد فيه الدوري، الماتش اللي جاب فيه الشاذلي واحمد الشاذلي ونبيل محمود جونين. فاكر؟ وكان لعيبه المنتخب فاكر كانت مسافره بره، وكان الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض، فكده كان تقريبا اخر ماتش للكابتن اكرامي. كانت 87 بالتالي. انا بقى كنت نهيت الدوري وانا واخد احسن لاعب صاعد في مصر، ونهيت الدوري بتاع الشباب واخد الانذار الثاني. اوكي. فقال لك النظام ما تلعبش، طالما خدت الانذار الثاني ما تلعبش حتى مع الفريق الاول. طبعا النظام اتغير دلوقتي، خلاص دي مسابقه ودي مسابقه. فاتمنعت من ان انا العب ده سنه كامله بدري. اوكي. بعد كده لعبت اول ماتش مع المقاولين، وابتديت الحمد لله العب مع فريق الزمالك، لغايه ما الحمد لله مع مر التاريخ كده، الحمد لله ان انا كنت بقيت اكتر لاعب حصلت على بطولات. ايه بقى البطولات؟ كم بطوله خدتها مع الزمالك؟ بص يا كابتن، خدت 4 افريقيا. منهم 4 افريقيا منهم 2 كابتن فريق. اوكي. وخدت 3 كاس سوبر الافريقي. وخدت 4 دوري. اوكي. وخدت 1 افرو اسيوي، وخدت 2 كاس. واحده بطوله عربيه، كاس السوبر المحلي. يعني بطولات كم سنه دول تقريبا؟ لا الزمالك حوالي بالظبط مع الزمالك 14 سنه. 14 سنة. حتى ال7 شهور الوحيدة اللي أنا طلعتها من نادي الزمالك، رحت الكويت قازمة كويتي، خدت كاس الأمير هناك. خدت كاس الأمير من الله يرحمه صاحب السعادة الأمير جابر الصباح. اوكي. قابلني في القصر وادانا يعني جوائز الكاس الأمير، ده بيبقى حاجة مهمة قوي. طب ورجعت تاني كملت ولا خلاص؟ رجعت كملت بقى. كان عندي مشكلة مع كرول، كملت. والناس ما تعرفش كتير، ما لعبش منتخب كتير يا كابتن، بس يعني حضرتك شفت ماتشات المولديه وكده، 95 و96 يا كابتن. كنت اللعيب الوحيد من مصر اللي اتخذت في الفرنس فوتبول ال15 وال16 على احسن لعيبه في افريقيا. ما شاء الله. يعني كنت، والغريبه يا كابتن، كنت انا يعني مثلا فرنس فوتبول دي، انت حضرتك عارف فرنس فوتبول طبعا. طبعا. اما اتخذ انا في سنه 95 رقم 15 على افضل لعيبه في افريقيا، ما كانش في حاجه اسمها داخل القاره وخارج القاره. كنت انا واحد لعيب اسمه عياد الحمروني. من تونس. نعم. بيلعب في الترجي. الاثنين الوحيدين اللي بيلعبوا داخل القاره. وكانت 13 اللعيبه اللي قبليه بيلعبوا في انجلترا وفي ايطاليا وفرنسا وكده. أوكي. فانا كنت رقم 15، السنه اللي بعديها 96 رقم 16. انت تعتبر في صداره المنطقه. وكان اللعيب المصري اللي بعديها رقم 30. وكنت ما بلعبش منتخب مصر. ياه. تخيل يا كابتن، يعني تخيل ان انا فرانس فوتبول تختارني
رقم 15 افضل لعيبه في القاره الافريقيه ومدرب المنتخب ما خدش مدرب المنتخب مش واخدني ومفيش ولا لاعب مفيش ولا لاعب بيلعب ولا لاعب في المنتخب متاخد من افضل 15 فيش غيري في مصر الفرنس. خلي بالك فرانس بتقول الناس ما تعرفهاش الفرنس بتقول دي تعتبر كانت اغلى واعظم قيمه قبل ما الاتحاد الدولي يعمل الجائزه الخاصه بيه بس لغايه دلوقتي ولغايه النهارده ليها وزنها وثقلها لا هي اللي بتختار يعني مثلا كريستيانو رونالدو بالظبط وبتاع فرانس فوتبول هي اللي اعلنت نعم نعم طيب قول لي كم مين مدرب المنتخب ما خدكش وانت واحد من اعظم بص يا كابتن يعني هو كابتن طه اسماعيل اللي سامعني رحت بطوله افريقيا سنه 94 مع كنت احسن لعيب في مصر مع الكابتن طه اسماعيل وكابتن فاروق جعفر اوكي وكان رحنا بطوله قبليها قبل بطوله افريقيا كانت في تونس فروحنا بطوله الامارات الكابتن طه كان معدي احتياطي انزل اعمل جوان انزل لغايه ما نزلت النهائي لازم نكسب الامارات في الامارات فاضل 10 دقايق نزلت صنعت الهدف لحسام حسن جابها بدماغه خدنا البطوله كويس انا قلت بقى خلاص بقيت انا رايح ال 94 العب لعبتش ولا ماتش كان الكابتن طه برضه طلعني الثلاث ماتشات بره ال 18 يا ساتر والله العظيم طب مين كان مكانك كان ياسر ريان ساعات كان وخرجنا من مالي رجعنا كابتن طه اسماعيل بالظبط كده كان خدي على جنب قال لي خالد مزعلش انا ظلمتك وانت من احسن لعيبه في مصر وانا الفتره اللي جايه انت لاعب اساسي معايا ثلاث ايام كابتن طه مشي جه مين راوتر جه مين راوتر راوتر الهولندي راوتر الهولندي اتفرج على الدوري قال احسن لاعب في مصر خالد الغندور كويس تمام خدني معاه سفريه عايز ياخدني معاه تونس والجزائر نلعب كان عندي امتحان في الجامعه ما سافرتش هرب هرب خاف 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 يروح الجزائر كان حصل حاجه كده بيموتوا الاجانب وما اعرفش ايه فخاف وهرب بالظبط جه روماني مش فاكر اسمه خدني برضو ولعبت ماتشات غانا الصفقه الروماني ايه لعبت ماتشات غانا وبتاع وتمام وكل حاجه برضو مش عارف عمل النتيجه مشي الله العيب في مين بقى بالظبط والله مش عارف يا كابتن والله العيب فيا شكلها كده لغايه ما جه كابتن محسن صالح كابتن جوهري كان رادوليسكي رادوليسكي كابتن جوهري مثلا جه قال لي خالد انت خلاص معانا في المنتخب الله يرحمه انا كنت بحبه قوي يعني اللي هو كابتن جوهري يا سلام فقال لي تعالى لي المطار عشان انت خلاص معانا في المنتخب وكده ورحت له المطار قلت له قال لي خلاص احنا بكره هنعمل بعد بكره هنعمل الاسماء وانت معايا في منتخب مصر وانا عايز منك كذا وكذا ودورك كذا كذا قلت له ماشي يا كابتن جوهري وان شاء الله وكابتن جوهري كنت سنه اللي انا خدت فيه احسن لاعب في مصر فرانس فوتبول دي كان كابتن جوهري هو مدرب الفرقه اوكي وخدنا ساعتها كسبنا الاهلي في جوهانسبرج كنا الاهلي والزمالك في كاس السوبر ده ايمن منصور السوبر سوبر ف بعد يومين اعلنوا الاسماء اسمي مش موجود الله والله العظيم يا كابتن وهو قال لك كذا وقال لي وهتعمل ايه وظيفتك ايه وهتعمل ايه فما بقتش فاهم فحظي كان وحش مع المنتخب لكن يكفي ان انا لعبت الاولمبياد انت عملت بصمه اولمبياد وعملت بصمه في ناديه 92 وعملت بصمه في ناديه الحمد لله رب العالمين عملت بصمه في ناديك وعملت بصمه في اذهان محبي كره القدم لانه اللاعب صاحب المهاره بيبقى له مذاق خاص صحيح واحنا على فكره اياميها كمان يا كابتن كان كم اللعيبه المهاريه يعني انا بقول لك بمنتهى الصراحه الجيل ده من اللعيبه اللي كان ايامينا لو هم موجودين دلوقتي اقل واحد ياخد 15 مليون في السنه صحيح لو هو بالمنطق اللي احنا بنشوفه دلوقتي المنطق المهاري العالي المنطق المهاري انا بشوف واحد مش مهاري خالص بيقول لك انا عايز 4 و5 مليون ويبقى يا دوبك باصها باصتين ولا حاجه بالظبط كده ولعيب سرد باك مثلا عايز 3 مليون سرد باك يعني ما هو الاجوان والسرد باكات ما لهمش ثمن في الكوره وفقا لمصر يعني لكن اللاعب المهاري اللاعب الفرود اللي بيعرف يجيب اجوان ده ثمنه غالي بنتكلم المصري يعني ابراهيم المصري اسماعيلي محمد صلاح ابو جريشه الاهلي وليد صلاح الدين الزمالك مثلا اعوذ بالله خالد الغندور يعني كل واحد كان ليه في كل نادي هتلاقي لاعب واثنين وثلاثه بالظبط مهاريين جدا جدا بس وممتعين لانه المهاري والاشول انت اشول كمان فالاشول كمان عاده اخر كان عندنا كمان يا كابتن فكرتني بالاشول محمد صبري ومحمد صبري طبعا صبري الزمالك طبعا مدهش جدا لاعب كوره يعني جدا عموما يعني يكفيك فخرا ان انت علقت في اذهان الملايين لانه ما بتتنسيش المهاره لعيبه كتير بيبقوا عاديين موظفين وشاطرين وكله بس ما عندهمش اللمسه اللي تجلب الاهات والاكتر من كده يا كابتن عشان برضو لازم تتحط في اذهان اللعيبه البطوله نعم ده محمد صبري باي ذا واي اللي انت بتتكلم عليه بص يا كابتن انت ممكن يا كابتن تعمل يعني تلعب ماتش حلو بس الناس هتنسى الماتش الحلو لكن بالزبط. الناس ما بتنساش البطوله صحيح يعني انا دايما بتشرف ان انا لاعب كنت صاحب بطولات في النادي نعم اللي يدور في بطولات وتاريخ نادي الزمالك دي حقيقة لكن اللعيب اللي بيجي كده ويلعب له ماتشين ثلاثه حلوين وبتاعه خلاص ما لوش اي قيمه يعني
صحيح. انا عايز قبل ما اخش بقى في الجزء الاعلامي بتاعك ومحمد نصر بيستعرض الاهداف في هدف في مرمى الترسانة وكان جنبك محمد وكان جنبك حسام حسن صحيح. وانت كان هو يبدو ان هو مستني ان انت تبصيله فما بصيتلوش وجبت جول مع هذا هو زعل. بص خلي بالك بص حسام حسن يا جماعه جوه الستة اهو بص ولا هو هنا ولا لا ده انا احكي لك موقف على ده ده احكي لك موقف على الكره دي وده برضو مش عارف واحد من الجمهور عايز يضربني على دماغي مش عارف مين ده اساسا كان نازل الملعب مش عارف كان ورا الجول مهم يعني انت رقصت وطلعت لبره وحطيت وشك وعملت عملت الكوره فوق لان انا عارف ان دايما الحارس يا كابتن بيقع على الارض عشان يقفل الزاويه بالظبط فانا دي مقفوله بالنسبه لي لو عملتها عاليه دي اللي ممكن تخش من يعني كده مقفوله لازم اعملها عاليه الكابتن حسام في الماتش ده جاب جون واتحسب اوف سايد فدخلنا بعد الاولى انا بحبه جدا على فكره حسام حسن جدا وبحبه لانه راجل في الملعب طبعا ومقاتل من اعظم المهاجمين فدخل قال لي في الكوره دي قال لي ما لعبتهاليش ليه فقلت له كابتن حسام جاب جون النتيجه وصلت يعني لا في الاوضه بقى فبيقول لي ايه قاعد معايا كده قال لي جاب جون اوف سايد هو فقال لي ما كانتش كورتك هي اللي تبقى اوف سايد ده غيرته الرهيبه على نفسه كمهاجم والمهاجم مطلوب يبقى غيور صحيح مطلوب يبقى غيور بس هي اللقطه الحقيقه تموت من الضحك ان انت جبت جون يعني بتالي يا محمد هتبقى بص ده كمان مش فاهمه يا كابتن ده بيضربني إيه مين ده مش فاهم يعني. ايه ده وبعد كده بصيت له كده بعد ما يهزر معايا راح ضربني بص ضربني ايه ده وبعد كده رحت بصيت له ايه ده انت مين انت انا عايزك يا محمد تجيب لي تاني حسام حسن لان هي لقطه غريبه جدا الوضع طيب والهدف ده ما كانش مؤثر يعني ولا كان ايه لا كان 2-1 كان هدف مؤثر طيب يعني هدف مهم كنا 2-1 ده الثالث يعني كان يعني ممكن هم يتعادلوا او حاجه بص حسام بقى بص خليها كمل بقى عادي يا محمد عشان نشوف حسام بص الوضع الطبيعي جيلك جري ولا هو هنا ولا له دعوه ده انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن انت عارف احنا كنا جيل لذيذ قوي كنت انا بقى وكنا جيل صغير هم كان لسه هم جم كبار طبعا يعني نادي الزمالك ايوه وكانوا لعيبه مؤثرين جدا مع النادي يعني جابوا 12 بطوله مع النادي في 3 سنين صحيح فكنا بنيجي نلعب طاوله فهو مدمن طاوله وانا بحب العبه طاوله هو بيكسب اي حد فكنت اجمع اللعيبه واجيب حسام يلعب معايا طاوله فحسام يروح عامل هو ما بيحبش يتغلب خالص فحسام حسن يروح عامل ايه الظاهر كده يروح فهو لازم مثلا يجيب ايه دش فيروح رامي كده فواحده تقف فلاقيها ما جاتش سته فروح ماسك البتاع يقول لك لا 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 وقعت من ايدي والله هو ما بيحبش يخسر ويروح لعيبه لا 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 واقعد اضحك لغايه ما جيت عايز يجيب دش لازم يجيب فيروح جاب دش احنا رحنا النمسا اخدنا جيل 90 فطار ابو زيد وانا فاكر كباتن بقى طار ابو زيد وهاني رمزي واحمد صحيح. الكاس وحسام حسن وابراهيم حسن واسامه عرابي واتغلبتوا هزيمه قاسيه لا مش هشام عبد الرسول ما كانش معانا واتغلبتوا هزيمه قاسيه ها واتغلبتوا هزيمه قاسيه يعني. واتغلبنا كنا رايحين طبعا عشان نعمل يعني فلوس عشان بتوع اللي هم شهداء الثوره والحاجات دي وزعناها فعلا في الاستوديو فيوم المباراه انا المفروض بقى ايه يعني المسؤول عن الموضوع يعني فيوم المباراه نازلين بقى من الاوتيل كلنا مع بعض في اوتيل واحد فالماتش فاضل له ساعه ولقيت حسام حسن ده قاعد بقى ايه واخد ناصيه كده في الاوتيل واخد بالك وجنبه طبعا ابراهيم اكيد يعني وثلاثة اربعة من المصريين جايين طبعا بيحبوا اللعيبه جايين يقعدوا والكلام ده كله وده قاعد يا بيه والماتش فاضل له ساعه قدام منه طبق همبرجر وطبق مش عارف ايه وبينادي حسام وبينادي بتاع هات له اتنين زبادي عشان اهضم قلت له يا كابتن ده فاضل ساعه المباراه قال لا ما يهمش وكان بيلعب خماسي صحيح بس هو دماغه عاليه يعني حسام تحسه دماغه عاليه بس انا عايز اقول لك حاجه هو عنده حاجه مهمه جدا قبل الماتش يخش الاوضه لازم النور كله ما فيش همسه نور تخش الاوضه ينام قبل الماتش ثلاث ساعات قبل الماتش ما يبتدي لازم عاده عنده ويخش لازم ياخد دش قبل الماتش ياه يعني بيقول لك يطلع يفك لازم يطلع مبلول يا سلام والله وينشف نفسه ويقرا قران وينزل الملعب سبحان الله ويموت نفسه في الملعب انت تتفق معايا ان هو اعظم مهاجم جه في تاريخ مصر وفقا للنتائج لا طبعا مفيش اخوه بص يا كابتن حسام حسن بص يعني هو كان يقول لك ايه حسام حسن عنده روح بس مش مهاري قوي انا بشوف ان حسام حسن جاب جوان مهاريه جدا مش طبيعيه جدا ده كفايه جونه في السعوديه مفيش حد يعمل دبل كيك دي عملها كده في السعوديه يمكن نصر جاهز وعمل جونين في الزمالك دبل كيك برضو
لا مهاري مهاري رهيب وكمان اتفق معاك واعتقد انت تتفق معايا ان احسن باك رايت جه في تاريخ مصر ابراهيم حسن. ده مفيش كلام. يعني مفيش كلام. وحش حقيقه يعني. ربنا اداهم نعمه عظيمه وهم لعيبه, وايضا ما شاء الله ماشيين دلوقتي كويس قوي مع منتخب الاردن يعني. انا شفتهم في الامارات يا كابتن في المول. فوانا ماشي في طبيعه دايما المصريين بيسلموا عليه على حسام ابراهيم وسلموا عليا واحنا واقفين وكده في الامارات في مول في الامارات. لقيت الاردنيين كلهم سلموا عليه. فرحت طبعا كانوا ساعتها وصلوا كاس اسيا يعني خلاص راحوا استراليا وكده. فالناس مبسوط فرحان ان الشعب الاردني كمان سعيد بيه جدا جدا. طب محمد هيقولك لقطه كده وعقب عليه ورينا يا محمد. ده اخر دوري الزمالك خده ولا قبل الاخير؟ سوري قبل الاخير تقريبا. الزمالك خد زنجاده. قول للناس بقى ظروف المباراة دي. ظروف طبعا ناس كتير متابعة. كان الأهلي متقدم علينا بنقطتين وكان بيلعب إمبي ولازم يكسب. لازم الأهلي, لو الأهلي اتعادل حتى اتعادل واحنا اتغلبنا خد الدوري. لو الأهلي اتعادل واحنا كسبنا هنعمل مباراه فاصله. لو الاهلي اتغلب واحنا كسبنا ناخد دوري. بالظبط ده الوحيد اللي ناخد دوري. والوضع الطبيعي ان الاهلي هيدوس امبي زي ما هو عايز. وكسبان وكله يعني, وانتوا في استاد القاهره وهو في المقاولين العرب في نفس اللحظه. هنا بقى الاسماعيلي تلاقي الجمهور قليل, جمهور الزمالك خلاص الدوري تقريبا راح, خلاص الاهلي هيدوس على امبي. الاهلي رايحين يحتفلوا فالمقاولين العرب 40,000 متقفل. صح استنى المعلق. فاكر يا كابتن. محمد فضل ساعتها مشي بسبب الماتش ده. بالظبط واللي جاب الجول سيد عبد النعيم لو تفتكر. ابراهيم سعيد قلبوا عليه شويه. بالظبط برضو الماتش دوت. وكان رامي تقريبا او حاجه كده بتاع المقاولين باك رايت فاكر. ايوه فالمهم ابتدي حسام عبد المنعم جاب جول وكسبنا الاسماعيلي وابتدينا عمالين نسمع في الراديو احمد رمزي الصبح قال لنا بعد الفطار انت هتاخد الدوري السنه دي. سبحان الله والله العظيم كابتن احمد رمزي ربنا يسيب. قال له يا جماعه انتوا هتاخدوا الدوري السنه دي وافتكروا كلامي. عشان كده بتحضنوا في الاخر. قلت له يا رزه مش مسقف. فكابتن بعد كده جينا بقى عاملين نسمع الراديو. ده كمان احنا كان املنا ان الام بيتعادل مع الاهلي. يعني عشان نلعب مباراه فاصله. بالظبط ده الامل يعني. ده كان املنا فان يكون الاهلي يتغلب. وعلى فكره يعني سيد عبد النعيم هو الهدف بتاعه. بص يا كابتن سيد عبد النعيم بيمر بظروف صعبه جدا جدا دلوقتي حاليا جدا جدا. انا عايز حد بس ياخد باله. الولد سيد عبد النعيم اللي جاب الجون ده بيمر بظروف قاسيه جدا من ناحيه يعني ماديه. ظروف قاسيه جدا. اسامه حسن كان رفع له الجون وهو اللي جاب الجون وهدف يعني وهدف اهداكوا الدوري. اهدانا احلى دوري في تاريخ نادي الزمالك. بالظبط لان كده. طبعا قيمه الدوري ان هي بتبقى لاخر ثانيه يا كابتن. يعني انت قاعد تسمع الراديو
هدف يعمل مباراة فاصلة. آه. فوز يعني تاخد دوري، يعني هو ده الطعم الدوري قوي قوي. آه. زي دلوقتي وهناك 40,000 وهنا ما جيش 500 عندك بالظبط، لان رايحين فاقدين الامل بالظبط. زي ما احنا دلوقتي مثلا مستمتعين بالدوري الاسباني. يا ترى اتلتيكو، يا ترى ريال، يا ترى برشلونه. عمالين يلعبوا لعبه الكراسي، فمستمتعين مين هياخد الدوري. وده دي قيمه قيمه الدوري، المنافسه. عشان كده دوري المجموعتين ملوش طعم كده. لا لا خالص، هو السنه الجايه مجموعه واحده ان شاء الله وبس. كان لابد نلعب كوره بالظبط، ما ينفعش ما نلعبش يعني. وبقى طعمه لذيذ دلوقتي في الاخر يعني وحلو. عشان الفرق فيه منافسات بالظبط. طيب نسيب بقى الجزء ده واخدك كده كم سؤال، وبعدين اروح لاصدقائنا على الفيسبوك نشوف اي يعني طالبين منك ايه. بدايه انت سبت دريم ليه؟ والله يا كابتن دريم طبعا يعني قناه جميله جدا، انضمت ليها سنه 2007 وعدنا فتره كبيره جدا جدا بقدم برنامج يومي عليها يعني، والحمد لله حققت نجاحات كويسه جداً مع دريم، وكان ليها فضل كبير عليها طبعا. في البدايه دكتور احمد بهجت، راجل محترم جدا جدا جدا، هو الاستاذ اسامه عز الدين، وقبليها الدكتور محمد خضر كان متواجد، وطبعا الاستاذ عمرو خفاجي حاليا. لكن حصل ظروف في الفتره الاخيره، ظروف ماديه كانت بتمر بيها دريم، مش ماديه. انا يعني قعدت في دريم سنه باخد 50% من قيمه عقدي يعني عشان افضل. حتى اتلغى البرنامج واتلغى رسمي يعني، دريم بلغتنا ان البرنامج اتلغى رسمي بعد رمضان اللي فات. وبعد كده الدكتور احمد كان في امريكا رجع قال لا ما نلغيش البرنامج، وقعد معايا قال لي خالد معلش الظروف صعبه وكده، ممكن توقف على تاخد 50% معاك دكتور؟ ما فيش اي مشكله يا دكتور، بس فريق العمل ما يقسمش ولا جنيه منه. فقال لي اوكي ماشي وبتاع. اشتغلنا 3 شهور ونص، كان متفقين ان هو لو الدوري جه هناخده. اوكي. فجه الدوري فقالوا مش هنعرف ناخده، هناخد الهايلايتس. والدكتور احمد قال لي اكيد هناخد الهايلايتس. فقلت له خلاص انا مش هعرف اعمل برنامج من غير هايلايتس. صحيح صعبه جدا. فجم بعد بشويه قالوا مش هناخد هايلايتس برضه. و يعني خلاص الموضوع اتقفل. وبعد كده اخر حاجه بقى اللي قفلت الدنيا كلها ان دريم عندها استوديو واحد فقط في مدينه الانتاج الاعلامي، لان هم لغوا الهوا بتاع استوديو اللي في دريم لاند كابتن بحكم المحكمه ايام الاخوان المسلمين. صحيح. كان لغوا، فاكر الموضوع دوت. رغم ان دريم خدت اكتر من حكم واجب النفاذ انه يرجع الهوا تاني من خلال دريم، ولكن لغايه دلوقتي ما فيش تنفيذ لاي حاجه. فبالتالي الاستاذ وائل ابراشي كان بيطلع من دريم لاند، فقرر من قبل ما اسيب القناه كده بثلاث ايام ان من يوم السبت وائل ابراشي هينتقل لياخد الاستوديو بتاعي اللي هو انا بطلع منه على الهوا، وانا هسجل لغايه بقى الى ما لا نهايه، لغايه موضوع يتحل تطلع مسجل. فقلت بقى ولا دوري ولا هايلايتس، وكمان ما اطلعش هوا، والهوا انت عارف التفاعل مع الهوا. لا طبعا، تخيل حضرتك لو طلعت مسجل استحاله، يبقى ملهاش قيمه طبعا. فقلت استاذنت الدكتور احمد، قلت له دكتور، وانا ما كنتش عامل عقد بعد رمضان. فقلت له دكتور احمد معلش بقى يعني مش هينفع اكمل، وما كنتش لسه اتعاقدت مع قناه ولا اي حاجه يعني. ايوه. ورحت وربنا بعديها بشهر اكرمني بالاون باون تي في. اون تي في شركه الاعلانات تعاقدت معاك؟ لا مش شركه الاعلانات. القناه تي في الاستاذ البرت شفيق، وهو شخصيه محترمه جدا ومدير قناه، وهي قناه اون تي في يعني عملت جدا. انا هطلع في قناه اون تي في لايف وهنفسك بقى كابتن بس 11 برضو. يسعدني 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 يا سيدي، مليون مبروك، وان شاء الله ترجع بشارمنج رائع كالعاده يعني. ان شاء الله كابتن كالعاده. طيب انا عايز برضو اوريك لقطه كوميديه شويه من القسم الثاني، من القسم الثاني. تمام. وارجع اكمل معاك. وريني يا محمد بيليم، خليه يجي اهو. مش انت قلت لي لما يقع في الحته دي يبقى بيليم؟ يا سلام لو الحكم كل 5 دقايق يقسم لنا بيلم. يعني بالطريقه دي هيبقى عندنا اجوان تكفينا السنه الجايه واللي بعدها. آه ربي. يعني ممكن ناخد الدوري بالتليفون واحنا قاعدين. بيلم اهو. هو دخلت فين؟ ما كانش ليه حق ابدا ليفا يمسكهم الفانيلا. يعني الحكم يعني لازم يحبك يطنش يا سيدي. يا ما طنشنا احنا على حاجات. ما هو طردوا يا سيدي. طردوا ليه؟ هو الملعب ملك ابوه.
دي الارض ملكيني والنادي بتاعنا. انا قلت الحكم ده من الصبح مش هيجيبها البارك. انا هغير الخطه، هدافع ب 10 وخلي سمسم ساقط قدام. ساقط ايه؟ هو ساقط ينفع؟ الحق طبعا هو مركب محمد ما بين تعليق سينمائي وما بين لقطات حقيقيه. بس يعني انت اولا هل لعبت في ملاعب زي كده او طبعا اوحش من كده بكتير. اوحش من كده وهل دي تنفع لكره القدم يا كابتن خالد؟ والله كابتن طبعا ما تنفعش، بس انا مش عايز نقلبها نوع من التريقه، لان في النهايه لا خالص. لان خالص. في النهايه كابتن احنا بندعو عشان التصليح. احنا في النهايه كابتن ايه، احنا شعبنا شعب غلبان وبيعشق كره القدم. صحيح. وبنحاول نلاقي اي متنفس. يعني احنا بدأنا حياتنا كلها اللي بيلعب في الرمل واللي بيلعب على الاسفلت. صح. يعني كل لعبنا كده واحنا صغيرين، وكان في مساحات رمل كبيره، ما كانش في مباني، خصوصا انا في مدينه نصر عندي حضرتك كانت الدنيا فاضيه شويه. لغايه ما الدنيا بتتزحم، مباني خدت كل الاراضي اللي كانت فاضيه وبنلعب فيها كوره بجانب مراكز الشباب. فبالتالي طبعا الامكانيات ضعيفه جدا، لكن انها متنفس. ما عندكش حاجه طريفه مرت بيك وانت بتلعب في ملاعب شبيهه بكده؟ تتذكر حاجه؟ انا طبعا لما رحت نادي الزمالك كنا بنلعب منطقه الجيزه، فكنا بنروح كل المناطق ال يعني بسيطه جدا وكده، بس كان بيقابلونا مقابلات جميله وبس، يعني في يعني زي يعني حقل مش ملعب بالظبط. يعني حقل شويه. انا فاكر حاجتين على الموضوع دوت. حاجه منهم كابتن ياكن الله يرحمه كان بيحكي لي موقف على ان هو مره راح في الارياف، فكان احد اللي هم يعني مرشحين نفسهم لمجلس الشعب. نعم. كان اسمه مجلس الامه ساعتها زمان. مجلس الخمسينات او حاجه كده. فراحوا وهيدوا كل واحد مش عارف 5 جنيه وبتاع، فراحوا فالملعب حواليه البيوت. فالبيوت لازقه في الملعب قوي. فالمهم كره جت كورنر. فعايز يشوط الايه كورنر، فعايز يا كابتن يجي يشوط كده، فمفيش مساحه. فاهم قصدي؟ فراح مخبط على الباب. اللي وراه خبط على الباب اللي وراه، فالست اللي جوه قالت له مين؟ قال لها كورنر. عشان يفتح الباب ويخش جوه مساحه ويروح لاعب كورنر. انا مره كنت ماسك احد انديه القسم الثاني ورحنا برضو ملعب مشابه كده. وكان حواليه البيوت الطينيه وكده وكده وكده، فالكره اتشطت اختفت. وكانت كره واحده مفيش غيرها. فالجول كيبر بتاعنا راح يجيبها. فراحوا اتاخر. ايه يا جدعان الجون فين الجون فين؟ فراح الاداري بتاعي، اقسم بالله زي ما بحكي لك كده. الولد دخل ما بين البتاع فلقى ناس قاعدين على طبليه بياكلوا، فقالوا له بسم الله يا كابتن، فبيقول لي لقيت المحشي ريحته حلوه قوي. ده بره قعدك حتتين محشي وجاب الكوره وجه. ده بره يا كابتن كمان. عايز اقول لك عندنا دمهم خفيف قوي. انت عارف يا كابتن الكوره دي علمتني حاجات كتير قوي. طبعا. يعني مثلا انا كنت في مدارس ليسير الحريه في مصر الجديده، درس فرنسي، وفي نفس الوقت كان معايا في الفرقه اللي هو غني قوي، المتوسط، الفقير، ما اعرفش ايه، بس كان مولاد ناس يعني. وكان الكوره دي خلتك يا كابتن ان انت تتعامل مع كل الطبقات. صحيح. تتعلم طبعا. تتعامل مع كل الطبقات. فدي الكوره دي علمتنا كتير. وما سافرنا كمان بره، كنا بنسافر بره، فعلمتنا حاجات كتير. سفر بيعلم طبعا. فمن ضمن صحابي صاحبي جدا، عايش في حاره. فبيقول لي على فكره عندي بلكونه. يا بختك. فبقول له، قال لي مره خالد، فبقول له ايه احكي لي. قال لي مره كنت قاعد في البلكونه بتاعتنا وايه هف عليا، امي عملت لي رز بلبن. فرحت واخد الرز بلبن كده واقف في البلكونه، رحت ماسك المعلقه وباكل رز بلبن. لقيت واحد بياكل معايا. البلكونه اللي جنبه عشان مد ايده. هو كان دمهم خفيف قوي قوي. انا عايز اوريك الملعب بتاع الميلوديه اللي انتوا لعبتوا فيه الماتش التاني برضو، كان ملعب سيء. فاكره؟ ده واحد جري ورايا قاعد يضربني ساعتها. اهو بص الملعب عامل ازاي. فاكر الملعب ده يا كابتن؟ فاكر يا كابتن. تعادلنا 1-1 الماتش ده. يعني احنا جبنا لقطه من شويه للدلنجات وبيلا. لا ده محمد نصر مش سهل على فكره. لا محمد نصر دي الكره دي جت جون. بص اهي ده وليد معاذ، عايش في امريكا. ده معاذ عايش في امريكا. عايش في امريكا دلوقتي. خد الجنسيه وعايش في امريكا. ادي ملعب اهو يعني. بتلعب عليه على فكره. كان قصدهم يا كابتن، كنا احنا كاسبين الماتش الاولاني 4-0 وقصدهم يلعبونا في ملعب زي ده. وانا اهو كنت حاله اهو. بالظبط. يعني من ضمن طيب خط كابتن خالد معارك كتيره. يعني من وجهه نظرك ايه اكتر معركه انت خطها
واعلاميا ها، وحسيت ان انت انتصرت فيها؟ والله يا كابتن يعني انا ما باخدهاش فكره معركه ولا انتصار، يعني بشوف ان انا يعني دوري ان انا يعني انا شايف ان ده الصح. فمثلا موضوع كابتن طارق ابو زيد، يعني انا كنت قلبا وقالبا مع كابتن طارق ابو زيد طبعا، لان انا كنت شايف ان هو الصح. فبعد ما مشي والله يا كابتن قعدت مع نفسي كده قلت برافو عليك خالد، برافو عليك، انت كنت مع الحق. لان ابتديت الاقي الوجوه والوشوش والكلام، يعني مش خالد زين صديقي حبيبي بحبه جدا، بس كان بيطلع يقول يا طاهر انا بقول لك انت يا طاهر انت اللي هتوقف النشاط في مصر يا طاهر، وانا بقول لك مفيش انتخابات. كابتن حسن مصطفى طلع معايا، دكتور حسن مصطفى قال لي لو اقيمت الانتخابات سيوقف النشاط. وغلط في طارق ابو زيد جامد جدا يعني. قال لا يشرف ان هو بقى وزير وبتاع ما اعرفش ايه. وبعد كده وفي نفس الوقت النادي الاهلي تمسك بموضوع البث، فاكر يا كابتن 41 مليون جنيه وما اعرفش ايه وبتاعه لا يمكن ضغوط على كابتن طاهر. طب انا عايز اسالك سؤال، النهار اشتريت الماتش بتاع افريقيا بتاع الاهلي اللي هو بتاع الليبي تقريبا الفريق الليبي بكام؟ ولا حاجه، 200,000 حاجه زي كده 200,000 تمام. كانوا عاملين الماتش حاسبين الماتش بتاع الاهلي اللي هو 41 مليون جنيه اللي هو في السي بي سي حاسبينه ماتش مثلا مش احنا مش مع الاهلي مع الانتاج الحربي، الاهلي مع الانتاج الحربي عارفه كام يا كابتن؟ 3 مليون حاجه زي كده، ب 4 مليون جنيه. ب 4 مليون جنيه يقول لك انا هسوقه. انت يعني انت انتوا بتضحكوا علينا ولا يعني انتوا ايه بتضحكوا علينا ولا ايه؟ في النهايه طلع كلامنا صح. موضوع البس طلع كلامنا صح طبعا. طارق ابو زيد اقيمت الانتخابات والكوره ما توقفتش والناس غيرت رايها صحيح، والجوابات اللي كانت عماله ترخ علينا جت جوابات معاكسه فجاه بالظبط. اللجنه الاولمبيه الدوليه توافق على اقامه الانتخابات. الله، دي مش لجنه اولمبيه دوليه، دي اللي هرتنا جوابات ان احنا مفيش ده لدرجه وصلت لمرحله قال لك ازاي تشيلوا نادي الزهور هو مفيش كوره. يعني نادي الزهور مفيهوش كوره، محطوط في الجواب غلط. موضوع سبحان الله. وبقى كمان الاتحاد الدولي رد. الاتحاد الدولي عمل ايه؟ وما بعتش مندوب على فكره باي ذا واي. الاتحاد الدولي لكره القدم عمل ايه؟ عمل ايه؟ طب انا جايب لك دلوقتي اهو معايا اهو النهارده رعايه الشباب في السعوديه شالت مجلس اداره اتحاد جده السعودي وابقت فقط على رئيس النادي وقال لك في مخالفات ماليه وبتاع. طارق ابو زيد عمل ايه؟ طارق ابو زيد شال، ما شالش بقى، ده انهى المد بتاع مجلس اداره الاهلي. فاهم قصدي؟ يعني كان طلع قرار بعديها من الدكتور حازم ببلاوي قبل ما يناقش وقبل ما يعمل. طب فاكر ان قال لك ده مش الغاء للقرار وان اللجنه القانونيه لرئاسه الوزراء بتناقش الوضع وهتطلع قرار؟ بالظبط. في حاجه طلعت غدا دي؟ ولا حاجه، ولا اللجنه القانونيه ولا بيضحكوا علينا. فبالتالي طب هنا بسال سؤال بقى، هل اتحاد جده السعودي هيلجا للاتحاد الدولي؟ هل ده تدخل حكومي؟ هل ده تدخل حكومي في اتحاد جده السعودي؟ هل وهي مخالفات ماليه بيتم التحقيق فيها لسه؟ لسه بيتم التحقيق فيها. نعم. وهنا 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 السؤال، وطلع كل الحاجات اللي كان بيتكلم فيها طارق ابو زيد صح، وانت خدت حربك ضد الكلام ده كله مع موقف الكابتن طارق ابو زيد. بالظبط، مش عشان طارق ابو زيد. لا لا انا فاهم، انت يعني بتدافع عن قضيه. بدافع عن قضيه والقضيه طلع وطلع كلامنا صح. يعني ايه اللي فرق بين طارق ابو زيد؟ يعني ايه يعني ايه يعني مهندس خالد عبد العزيز ربنا يوفقه رب في وزاره الشباب والرياضه. طبعا. ايه الفرق يعني ايه اللي خالد عبد العزيز عمله عشان الاهلي يوافق فجاه انه يخش مع التلفزيون؟ ايه؟ هو مش محسوب، يعني هو المشكله زي ما انت قلت ان الكابتن طاهر ابو زيد كان محسوب ان هو ضد مجلس حسن حمدي وهي ليست حقيقه، ولكن هم سوقوا لهذه الفكره عشان يحرجوه باستمرار. الدكتور المهندس خالد عبد العزيز ما هوش معروف ان هو ضد ده او ده، وهو سياسي وشاطر ودعموه في موقفه، وهو برضه بذكائه ادى اللجنه الاولمبيه فلوس. يا كابتن مدحت، يبقى انت كنادي اهلي او كخالد زين او انت ما بتدافعش عن قضيه صح؟ لا 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 خالص. انت مش عاجبك طاهر. بس كده. طب وحياه ربنا لخلي خالد
يبقى نجم على طاهر. دي حقيقة يعني حقيقة. عارف اللي هي يعني هو فتح بقى ملفاته وحول الاموال العامه فلان وعلام مش عايزين نقول اسماء ان هم مش حاضرين فكل ده خلاهم يعملوا عليه ضغط رهيب وحرب ضروس. بالظبط. شو قال الكابتن حسن مصطفى مش عارف عنده مخالفات لما كان رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد المصري مش عارف ايه كابتن حسن حمدي كذا وحول الراجل بيجي له ورق بيحوله وده دوره ما يقدرش يتستر عليه فقال لك لا ده احنا نخلص عليه بقى آن الأوان. طيب خليني اخد معاك خمس ست رسائل لان الوقت جري معاك جدا 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 وعندي النهارده بقى صديقنا الاستاذ عبد الناصر زيدان جايب لنا فيديوهات تحفه قسم الثاني حاجه جميله يعني تمام. طيب ناخد كده من هنا مساء الانوار يا مندو وحشتنا قوي وايه رايك في الزمالك مع ميدو؟ والله يعني انا كنت عايز اكلمك بس فنيا في موضوع الدوري يا كابتن. نعم. انا شايف ان الشوط الثاني في معظم الماتشات بيبقى حاجه تانية يعني الشوط الثاني ودي 74 يعني بقت يعني مثلا الماتش الرجاء ما ينفعش فرقه تقعد تدافع 75 دقيقه بس هي امكانياتها كده بالظبط وتنهار في ربع ساعه بالزبط. نفس القصه بالنسبه لحرس حدود بس طبعا ضربه الجزاء كانت نقطه تحول ما فيش كلام انا بقول شيف رشوان صح برافو عليك كان كويس جدا النهارده كحكم يعني حسب ضربه جزاء سليمه 100% وبرده لازم الطريقه البلدي يعني محمود فتح الله واحمد توفيق ضربتين جزاء ورا بعض بلدي وميدو قال كده الحقيقه واتكلم معاهم بلدي قوي يعني. طيب سندباد المصري مساء الخير يا كابتن شلبي انا يئست انك تقرا اسمي ورسالتي بمسي على الكابتن بندق منور معاك ومش هبعت اسئله الا لو قريت الرسالة بقى. طيب اديني قريتها يا سندباد اهو يمسي عليك. كريم ناصر مساء الانوار يا كابتن شلبي ونفسي اعرف ايه اخر اخبار ويليام جيبور واذا كان هينتقل للاهلي ولا لا ده كريم ناصر سواج شارع الفرشوتي عندك فكرة؟ ختافي راح ختافي هو في كلام من ختافي لا خلاص هيروح ختافي الاسباني هو لعيب مهم وكانت فلوسه تقيلة شوية. اسلام خيري انا بحبك قوي يا شلبوكا وكنت وحشنا مساء الانوار وهلا هلا يا شلبلب واحب احيي فريق العمل والاعداد والاخراج ده صديق البرنامج اسلام خيري الحافي. اوكي عبد العليم شوارب انا بحب برنامج كابتن شلبوكا وبرنامجك الجديد حلو قوي واوق برنامج في مصر بس نفسي تهتم بالفرق اللي مش جماهيريه زي نادي الداخليه ومدربهم الجامد علاء عبد العال والكابتن مصطفى حديده ده عبد العليم شوارب. اعتقد ان الاعلام كله بيهتم بكل الانديه يا كابتن خالد بتهيالي كده يعني. وطبيعي على فكره ان انت تهتم طبيعي كابتن انت بالاهلي والزمالك طبعا اكثر شعبيه يعني بالظبط كده محمد سعيد احب احيي كابتن مدحت وكابتن بندق احب اقول له هلا هلا على الشغل الله عليك يا كابتن وبرنامج جميل جدا ويا رب دايما من تقدم لتقدم. اشكرك حبيب خلي بالك احنا بعد ما هنشكرك بعد شويه هنجيب بقى اللايف فيو من اسكندريه في بقى مجموعه جماهير موجوده دلوقتي مستنيانا هنحس بيهم على الهوا بقى جماهير اسكندريه بقى والجو العالي حلو على فكره لما تكون حاجه على الهوا بتبقى جميل احلى من التقرير بكتير لانها بتتفاعل معاك روح اروح اوكي كابتن مدحت عايزك طيب تحب ناخد الجمهور وانت معايا نشوفهم مع بعض تفضل. طب يلا روح على اللايف فيو يلا جهز هجهز يا كابتن خالد هل الاهلي والزمالك قادرين على الصعود للمربع الذهبي وهل ممكن نشوف النهائي اهلي وزمالك ده محمد عبد الحميد عارف بص يعني بنسبه 90% الاهلي والزمالك في مربع ذهبي بنسبه 90% تفتكر مطمئن يعني اقول لك 100% الاهلي 90% الزمالك اوكي يا كابتن شلبين هو منور الشاشه ممكن توجه سؤالي لبندق الزمالك وعايز اعرف منه ايه سبب عدم اذاعه الماتشات على دريم وليه هو قاعد في دريم ده هو مش خلاص من دريم يا جماعه طالما ما فيش دوري هناك اعتقد ممكن يكون له مكان تاني في قنوات تانية ده عصام عبده وعصام عبده تعليقه ممتاز بنتفق معاك طبعا اكيد يا احمد ده احمد عيد وهو الكابتن خالد قال ان هو هيبقى في اون ان شاء الله بدايه شهر 5 ان شاء الله يلا ودينا يا محمد اسكندريه